تستمر فعاليات المرحلة الأولى للبرنامج الوطني التدريبي العملي في القطاع الصحي لغايات التشغيل، الذي يهدف البرنامج إلى تدريب 2500 أردني من المتعطلين عن العمل في مجال المهن الصحية لغايات التشغيل. البرنامج التدريبي في القطاع الصحي تم المباشرة به من يوم السبت الماضي، وهذه المرحلة الأولى بالنسبة للقطاع الصحي، استيعاب بعض الوظائف في مناطق محددة في المملكة. بدأنا يوم السبت المناطق الجنوبية، ويوم الأحد المناطق الشمالية، وكان يوم أمس للمستنكفين، أما اليوم ومرشحين للعمل أو التدريب في مستشفى الملك المؤسس، وغدا سيكون للمرشحين للتدريب في مستشفى الجامعة الأردنية. طبعا الفئات المستهدفة من الكوادر الصحية هي التخدير والصيدلة والتمريض والأشعة والسجلات الطبية. المناطق المستهدفة 14 منطقة في المملكة، من شمال المملكة إلى جنوبها. طبعا هاي المرشحين تم مقابلتهم، تم توقيع العقود في نفس المنطقة في نفس المكان. سيتم مباشرة بإذن الله تعالى في بداية شهر 3 سيتم توزيعهم على مستشفيات ومراكز وزارة الصحة المختلفة في هذه المناطق. راح الوزارة تعمل على نقول تحديد أماكنهم ضمن اللواء، اي ما راح نرسل اي متدرب الى موقع مركز صحه مستشفى الا داخل اللواء ان شاء الله. وانطلق البرنامج بالتعاون مع وزاره الصحه ونقابه الممرضين وديوان الخدمه المدنيه ونقابه الصيادله ونقابه المختبرات وجمعيه المستشفيات الخاصه ومستشفى الجامعه الاردنيه ومستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي والمؤسسه العامه للضمان الاجتماعي. من نظرة المستشفى ومن خطة المستشفى بالتعاون مع كل كافة المؤسسات الحكومية للتخفيف من البطالة وفتح آفاق جديدة للجهات يعني الخريجين من مختلف التخصصات، تم توقيع اتفاقية بين وزارة العمل، مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي، وصندوق التشغيل والتدريب المهني بوزارة العمل، بهدف استيعاب عدد من الممرضين القانونيين والممرضين المشاركين لفترة تدريب تشغيلي لمدة سنة. الحمد لله رب العالمين انه هذا برنامج كتير اعطانا فرص وكتير منحنا نقدم اللي عندنا، الحمد لله رب العالمين، واعطانا فرصه ان نمارس المهنه اللي احنا حابينها واللي احنا درسناها، واجينا هون الحمد لله مواصلاتنا امنوا لنا اياها، والحمد لله انبسطنا كتير، والحمد لله قابلنا جوا وكتبنا العقد، والحمد لله امورنا تمام، الحمد لله رب العالمين. سجلت بالنقابه وحكوا معي انه في تقديم في برنامج تدريب وطني في مستشفى الملك عبد الله، وحكوا معي واجينا قدمنا في عمان، كانت المقابله وشرحوا لنا اياها، بارك الله فيهم جهودهم الرائعه والله يعطيهم العافيه، من وزاره العمل والعمال ووزاره الصحه ومستشفى الملك عبد الله المؤسس الجامعي في الرمثه. وكانت الآلية أنه قدمنا الطلبات وفتنا قابلناهم، وكان موجود النقيب، حضور النقيب وعضو من وزارة الصحة وعضو أعضاء من النقابة وأعضاء من مستشفى الملك عبد الله. ويوفر البرنامج الخبرات المطلوبة في القطاع الحكومي دون أن يؤثر على دور المتدربين في ديوان الخدمة المدنية، هذا ويحصل المتدرب من حملة درجة البكالوريوس على مكافأة مقدارها 350 دينارا، فيما يحصل حملة الدبلوم على 250 دينارا. محمد الفايز، الحقيقة الدولية.